ارفع الليمت بتاع زرار البي اي بي. وانا شاكر لحسن استماعكم واسف على الاطاله. Thank you very much Professor Hisham for this panoramic presentation. Hiya. ويعني you are exhausted. Thank you very much for this CME lecture. Hiya. Thank you very much. يلا. Congratulations Professor Hisham. Now we close the session and thank you very much for this one. كده بقى كده تمام تمام مش مشكلة. مع الجلسة الأخيرة إن شاء الله ماشي. والآن مع الدكتور أسامة الفقيه أستاذ فل طب بنا محاضرة بعنوان ريساسيتيشن. ريساسيتيشن وذ انتكت بلاسينتال سيركيوليشن. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور هشام باشا ده يا فندم ده انا عارف اصلا ربنا يصحح انا سعيد ان حضرتك نفسي لا هي حضره لذيذه وان شاء الله في اي مره ان شاء الله مع بعض. دكتور هشام باشا بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا المحاضره بعد طبعا الوجبه الدسمه بتاع الاستاذ دكتور هشام عوض. اتمنى ان يكون الناس عندها استعداد تسمع حاجه يعني. المحاضره دي يعني حقيقي الفكره بتاعتها انا خدتها من الاستاذ دكتور محمد خشبه في السنه اللي فاتت في المؤتمر. جاب يعني هو انا كنت عامل محاضره اسمها الجولدن اور كير كنا بنتكلم فيها على الديليت كورد كرامبنج. دكتور محمد خشبه السنه اللي فاتت اتكلم على الريساسيتيشن ويز انتكت بلاسينتال سيركيليشن فانا قلت ادور على الموضوع كده ونشوف ايه الكلام اللي متقال فيه. كلام جميل جدا كلام جديد. هي المشكله ان احنا يبقى عندنا الجراه ان احنا نعمله. بس يعني الموضوع ده عمل ديسكشنز جامده مع دكتور مصطفى عبد العظيم ودكتور احمد عزب. ناس كتير قوي اعترضت ازاي اعمل ريسوسيتيشن والانتكت امبلايكال كورد ما زال موجود. احنا بنقول انه وان اوف ذا اسينشال جولز اوف نيونيتال ريسوسيتيشن از امبروفينج اوكسجينيشن تو ميت تيشو ديماند.
Placental transfusion an extremely effective method. يعني لو أنا سبت الولد ده ياخد شوية دم من البلاسينتا ده بيزود الفيتال هيموجلوبين, enhance the arterial oxygen content, increasing cardiac output, وبالتالي هيحسن الأكشن delivery to the tissue system. Quick facts, بنقول إنه تقريبا يعني كل سنة حوالي 10 مليون بيبي don't breathe at birth, ولقينا إنه كل 10 أطفال بيتولدوا واحد منهم بيحتاج resuscitation, وواحد ونص مليون children each year die from complications of birth. الهيستوريكال باك جراوند زي ما بنقول despite the fact that يعني تقريبا منذ الخليقة الامبيليكال كورد تاينج او كاتينج از اولد براكتس, يعني ما فيش حد من ساعة ما الناس بتتولد الامبيليكال كورد ما بيتقطعش, لكن في كونتروفيرس جامد جدا نقطعه امتى. تمام, الكلام ببساطة جديدة يعني وبالفطرة كده اللي كانوا بيولدوا زمان ميدوايفز. الميدوايف بتعمل ايه؟ الولد بيتولد بتحط الولد في حجرها والكورد انتكت والبلاسينتال سيركوليشن شغالة وتشوف ايه اللي هيحصل. والله اذا الولد خد نفسه هتبتدي تلفه وتنشفه وتقطع الكورد وكده, ما خدش نفسه بقى بتحاول هي تديله ماوس تو ماوس بريديس عشان تحسن الريسبيريشن وبعد كده تقطع الامبليكال كورد. داروين اللي هو الراجل بتاع نظريه النشوء والتطور القديم ده قال انه tying and cutting the navel string too soon is very injurious to the child, which should always be left till the child had not only repeatedly breathed but till all pulsations in the cord ceases. يعني داروين قال ان ما نستعجلش ومجرد ما الواد يتولد نقطع الامبيليكال كورد, لا ده قال احنا المفروض نسيبه لغايه ما ياخد نفسه ولغايه ما كل البلسيشنز اللي بتتشاف في الامبيليكال فيسلز ستوب تماما. امال ايه اللي خلق لنا المشكله؟ اللي خلقت المشكله هي فيرجينيا ابجار. تورا فيرجينيا ابجار دي ست اللي هي بتاعه الابجار سكور, لما هي بتاعه اناثيزيا اساسا بتخدر الولاد بتوع القيصريات, فقالت انا هي مش عايزه الولد يبقى ان كونتاكت مع امه لفترات طويله عشان الاناثيتك ايجنت ما يعديش من البلاسينتا ويروح للولد يعمل له مور سبريشن. فهي اللي قالت لا, الوانس ان الولد نزل نقطع الامبليكال كورد ونديه لدكتور الاطفال يعمل له ريسسيتيشن. يبقى هو القاعده العامه ان الكورد يتساب انتاكت لغايه ما الولد يبتدي يتنفس ويبقى كويس. اللي اخترعت قصه نقطع الكورد كانت فيرجينيا ابجار اللي قالت نبتدي نقطع الامبليكال كورد عشان ما ياخدش انافيتك ايجنت كتير وما يحصلش عنده ريسبيراتوري ديبريشن اكتر. عشان نقدر نفهم القصه محتاجين نعرف شويه فيسيولوجي. فبنقول في الفيتال لايف relatively oxygen rich blood بيجي من الامبيليكال فين entering the inferior vena cava. كلنا عارفين الفيتال سيركيليشن والدم بيجي من الامبيليكال فين بيخش على الانفيرور فينا كيفا. The blood does not completely mix with less oxygenated blood enters the inferior vena cava from the lower half of the body. يعني الدم اللي جاي من الامبيليكال فينز غالبا اغلب الجزء الكبير منه بيعدي to the left ventricle through the foramen of veil to the left atrium. The fetal pulmonary venous return is low due to high pulmonary vascular resistance. يعني left ventricular blood flow اللي بيلف معايا ويدي blood supply through the different tissues معتمد mainly على blood اللي جاي من the umbilical veins. Hence the umbilical venous return is the chief component of left ventricular preload and it determines oxygen delivery to the brain and the heart. In human fetus, umbilical blood flow increases proportional to the fetal weight gain. كل ما الولد يكبر كل ما umbilical blood flow بيزيد لغايه ما بيوصل عند الولاده تقريبا الى 110 ل 125 مللي لتر بير مينيت بير كي جي.
ده بيعادل تقريبا 30% من الكاردياك اوتبوت. يعني الامباليكال فينوس بلاد اللي بيجي ثرو ذا امباليكال فينز مسؤول عن 30% من الكاردياك اوتبوت في الهيومن فيتس. After pairs, some of the blood volume fills the newly opened pulmonary circulation. After initiation of breathing, the rest of blood volume increases the circulation of the bowel, respiratory, and skeletal muscles, maintaining cerebral circulation. During physiological transition, the closure of the placental circulation is gradual. يعني في الفسيولوجي الدنيا بتتم gradual. Gradual, as the vascular resistance of the left umbilical artery increase, the vascular resistance of the pulmonary circulation falls, the umbilical vein remains open, and the significant proportion of the blood volume in the placenta is redistributed in the neonatal compartment. يعني في الظروف العادية لو سيبنا الولادة تتم بشكل طبيعي هلاقي ان الامبليكال فينوس بلاد بيلعب دور كبير جدا في الفيتال سيركوليشن بتاعتي. Loss of the placental transfusion results in reduced blood volume. يعني أنا لو الولد ده اتولد وما خدش جزء من placental blood, the blood volume عنده هيقل جامد جدا, result in reduction of the circulation of the lung, bowel and the brain. على long term العيال دول بيجيلهم anemia والiron stores بتاعتهم بتقل قوي, ولو العيال دول premature ممكن يحصل لهم intraventricular hemorrhage ونيكروتايزنج انتيروكولايتس اند لوور سيريبرال اوكسجين. يبقى احنا كده فهمنا الحته بتاعه الفسيولوجي. برضو فسيولوجيكال بنفهم حاجه مهمه جدا انه ال يا فندم ده يعني احنا بنسعد بوجود دكتور يا فندم يعني احنا سعداء ب في ياو ايتال ده عمل ايه؟ ياو ده شاف الوقت اللي هو الامبليكال فينوس بالسيشنز بتنتهي عنده, لقى انه تقريبا لو حصل سيباريشن للبلاسينتا الفينوس بالسيشنز بتختفي او الفينوس بلاد فلو بيقف بعد 3 دقائق, ولقوا الارتيريال بالسيشنز بتاخد 45 ثانية عشان تقف. طبعا الصورة دي بتلخص القصة بتاعت اللي احنا قلناها دي. طيب جينا من الفسيولوجيكال اسبكت اللي عدى ده بدأنا نحاول نستغل القصة دي ان البلاسينتا لو حصل لها بلاسينتال سيباريشن البلاسينتال بلاد فلو ثرو ذا فينز بيستمر حوالي 3 دقائق والارتري بيقفل في خلال 45 ثانية. القصة دي هتفيدنا في ايه بقى؟ احنا لو يعني هنبعد عن السلايدز شوية ونلخص الموضوع بسهولة بسيطة جدا. احنا عارفين انه الفينوس بلاد اللي بيجي من الامباليكال فينز بيخش طبعا على الفيتال سيركوليشن. قلنا الجزء الكبير منه بيروح على الليفت اتريوم ويعدي من الفورة من اوفال الى الليفت فنتريكل. هنا لسه اللانج ما اشتغلتش. فاذا البريلود اللي جاي كله منين؟ جاي من الفينوس اسبكت بتاع البلاسينتا. يبقى اذا الليفت فنتريكولار بريلود هيجي من البلاسينتال سيركوليشن. احنا كلنا عارفين بريلود يعني اللي هو الفينوس ريتيرن. طب الفينوس ريتيرن اوف ذا اوكسجينيتد بلاد جاي مينلي من البلاسينتا. طب لو انا اديت وقت اكتر يبقى معنى كده ان انا هضمن ان كمية أكتر من البلاسينتال بلاد هيخش على الفيتال سيركوليشن وبالتالي الليفت فنتريكولار بريلود هيعلى. يبقى إذا أنا هنا رفعت الليفت فنتريكولار بريلود. في نفس الوقت لو أنا سبت البلاسينتا انتاكت احنا قلنا الأمبليكال أرتري بيقفل بعد 45 ثانية. طب الأمبليكال أرتري ده هو مين اللي بيعمل لي الأفتر لود؟ عارفين الأرتري بيشتغل بريلود الفينوس ريتيرن والافتر لود اللي هي الريزيستنس اللي بيقاوم الليفت فنتريكل بيقابلها عشان البلاد يعدي. فاذا انا هنا لو الامبليكال ارتري استمر شويه فاتح معنى كده ان الافتر لود هيقل. لما البريلود يعلى والافتر لود يقل الكاردياك اوتبوت هيتحسن. ده هيسبورت
السيركيليشن في النيونيت ويخلي البلاد بريشر بتاعه عالي، وبالتالي it will support the circulation to the brain and the different vital organs. يبقى اذا انا كل ما اديت فرصه للامبلايكال سيركيليشن انها تطول معايا شويه، كل ما ضمنت تقريبا ان انا بدي يعني بلاد فوليوم كويس، وده بيسبورت السيركيليشن في الولد ده. طيب لو احنا طب القصه بقى ايه، انه لقوا الاستادز اللي اتعملت قالوا انه في عندي الامبلايكال ارتري او الامبلايكال فينوس سيركيليشن، لو انا اديتها الفرصه انها تطول فتره شويه ده بيساعد ان الانيميا اوف بريماتوريتي تقل جامد جدا، الاكشن ستورز الايرن ستورز بتاع الولد بتتحسن جدا، في نفس الوقت بتسبورت السيركيليشن اوف ذا يونيت بما يسمح بانه ما يحصلش عندي سيريبرال سيركيليشن انسفيشنسي، بالتالي الولد ده مش هيتعرض لاسفيكسيا ولا كلام من. المهم في النهايه انه لقوا انه الناس اللي بتعملها ديليت كورد كلامبنج لما بيشوفوا الديفلوبمنتال مايلستونز بتاعتها عند 4 سنين لقوا العيال دول بيبقوا افضل حالا من اللي ما بتعملهمش ديليت كورد كلامبنج. طيب اليوروبيان كونسنسس سنه 2010 فور نيونيتال ريسوسيتيشن ريكومندد ديليت كورد كلامبنج at least for 1 minute. يبقى الجماعة في 2010 قالوا على الأقل أعمل delayed cord clamping لغاية 1 minute. طيب كنول إيتال ديمونستريت that when infants أقل من 35 weeks could achieve physiological targets at the median of cord clamping. يعني في واحد عمل study يعني إيه هو الأوبتيمم تايم إن أنا أقدر أربط فيه الأمبليكال كورد ويبقى بنفيشل للولد، لأن إحنا بنحتاج تقريبا حوالي 4 دقائق. يعني لو انا اديت فرصه للبلاسنتال سيركيليشن تستمر لمده 4 دقائق ده هيحسن قوي الاوتكم بتاع البريماتيور بيبيز. طب في ناس بقى اعترضت قالوا يعني الموضوع مش سايب كده، يعني طب انا لو سبت الكورد ده لدقيقتين وثلاثه what are the hazards of delayed cord clamp. وفي ناس قالوا انه الهازارد ساعتها هتبقى في رفع الهيماتوكريت طبعا نتيجه ان البلاد فوليوم زاد ب 30%، وده هيعرض العيال للريسك اوف هايبربيلروبينيميا اللي ممكن تؤدي الى كرنيكترس. لكن اعتقد ان الكلام ده كلام مش في غايه الخطوره بالمقارنه لتحسن الاوتكم بتاع البريماتيورز اللي اتعمل لهم كورد ديليت كورد كلامب. في نفس الوقت قالوا برضو ان ده بيزود الريسك بتاع ترانزيانت اكيبنيا اوف ذا نيوبورن. طبعا دي الاميديات كورد كلامبنج بقى، يعني طب لو احنا ربطنا الامبليكال كورد بدري، يعني زي ما بنقول زي ما كل الريسوسيتيشن جايد لاينز بتقول لو انا عندي ولد عنده بيرس اسفيكسيا او بريماتيور وعايز ريسوسيتيشن على طول في خلال يعني ثواني يعني قد تصل الى الدقيقه تقريبا، لازم اكون بدات له الريسوسيتيشن افورت بتاعتي. فهنا في الحاله دي انا مضطر اربط الامبليكال كورد وادي الولد للنيوناتولوجيست اللي شغال. في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ في الحاله دي عكس اللي شرحناه في المره اللي فاتت، احنا قلنا انه البلاد فوليوم او البلاد فلو هيزيد 30%، انا هنا قطعت الكورد بدري يعني ما كملتش دقيقه فما اديتش فرصه للبلاد ده يجي للولد فقلل لي البريلود. يبقى اذا الفينوس ريتيرن قل والبريلود قل، وبالتالي الكاردياك اوتبوت اللي طالع من الليفت فنتريكل بتاع الولد ده هيقل. طب الحاجة التانية اللي أنا عملتها إيه؟ إن أنا قطعت وقفلت الأمبلايكال أرتري. طب ما الأمبلايكال أرتري ده هو اللي بيصرف لي الأفتر لود، يعني وجوده لمدة 45 ثانية اللي هم فيسيولوجيكالي موجودين هيخلي البريلود يعلى، لأن أنا يعني قفلت. طب لما قفلته بدري والبريلود عالي يبقى الأفتر البريلود قل والأفتر لود زاد، المحصلة إن الكاردياك أوتبوت هيقل وهيترتب على ذلك ان السريبرال بلاد فلو ممكن يبقى قليل، وده هيزود الريسك اوف بيرس اسفيكسيا لو الولد ده اتعرض لاسفيكسيا او هو هيعرضه لو بري تيرم للاوكسجين ديفيشنسي اللي قد يتسبب في يحصل لي اسفيكسيا للباول بما يسبب نيكروتايزنج انتيروكولايتس. يبقى اذا الايرلي امبلايكال كورد كلامبنج
ممكن يعمل لي CNS insult وممكن يعمل لي necrotizing enterocolitis. طيب يبقى هنا بدأت ناس كتير تبتدي تمارس فكرة انه يعمل resuscitation with intact placenta، يعني بناء على الجزء الفسيولوجي اللي احنا قلناه، لو سيبنا الكورد يعني opened، او لو احنا عملنا يعني early cutting للامبيليكال كورد. فبدأت في ناس كتير يعملوا resuscitation with intact placental circulation، يعني في الدليفري روم يبتدي بتاع النيوناتولوجي يقف وبتاع الولادة يسيب البلاسينتا intact ويبتدي يعمل resuscitation with intact placenta. هل الكلام ده عمليا مقبول ولا مش مقبول؟ طبعا عمليا بدأ يحصل شوية مشاكل. دكتور النساء عايز الفيلد، طب وبتاع الأطفال هجيب ازاي الترولي بتاعي أدخله في الفيلد بتاع الشغل؟ مش هينفع، يعني الترولي العادي اللي هو الريسستيشن ترولي العادي بتاعنا ده مش هينفع يتحط جنب بتاع النساء، لأنه هجيب أمبلايكال كورد طوله 50 سنتي مثلا، هيروح فين البيبي في وسط الاثنين؟ الحاجة التانية ان دكاترة النساء اعترضوا، قال لك انت هتيجي تقفلي وتسيبني، ما هو عايز يشد الولد ويقفل الكورد ويرميه للدكتور الاطفال ويبقى كده خلص اللي عليه عشان يقبض. طب انت هنا بتاخر العمليه دي معاه، يعني بتقول له لا استنى شويه في الثيرد ستيج اوف ليبر، طول لي الثيرد ستيج، ما تعملش بلاسينتال سيبريشن وكاتنج اوف ذا امبلايكال كورد، واديني وقت 3 4 دقائق اشتغل فيه. هو خايف من البوست مورتم هيمرج او الهيمرج ده نمره واحد، وخايف من الانفكشن. الستاديز اللي اتعملت اثبتت انه مفيش يعني الريسك بتاع البوست بارتم هيمرج والريسك بتاع الماتيرنال انفكشنز في حاله ما اذا ساب الموضوع شويه ما تغيرش عن النورمال سيتويشن. طيب ايه بقى استفدنا من الكلام ده؟ في ايه؟ في ناس يعني من بعض النيوناتولوجيست اشتغلوا على حاله هيدروبس فيتالز. احنا عارفين ان الهيدروبس فيتالز كلنا عارفين انها حاجه فيتال، يعني محدش فينا يعني عنده الاكسبيرينس انه شاف طفل عنده هيدروبس واتعمل له ريسسيتيشن والولد عدى. ففي ناس في المجله هنا اللي هي ريسسيتيشن ويز انتكت بلاسينتال سيركيليشن كان عندهم ولد بري تيرم ويز هيدروبس، عنده بايلاترال هيدروثوركس وكان عنده ماسيف اسايتس، وتقريبا المفروض بالحكم الروتين الولد ده يعتبر ديد. فالجماعه بتوع النيوناتولوجي سابوا الولد ده على الامبيليكال كورد انتكت وبداوا يعملوا ريسوسيتيشن ويز انتكت امبيليكال كورد، سابوا البلاسينتال سيركيليشن والامبيليكال كورد متصلين بالام اب تو 10 مينتس 10 دقائق. طب استفدنا ايه من الكونتاكت ده بين المذر وبين البيبي؟ ان الاكسجينيتد بلاد شغال، ما هو البلاد طول ما البلاسينتا لسه انتكت الولد نفس الكلام شغال. فهو انا بدات اديله اوكسجين ثرو ذا بلاسينتال سيركيليشن، وفي نفس الوقت في العشر دقائق دول ركبوا بايلاترال شيست تيوب وبداوا يسحبوا الفلويد وبداوا يعملوا له ميكانيكال فنتيليشن وادوا له سيرفكتنت، وفعلا قدروا يعني يعدوا بالولد ده. الكلام ده طبعا منشور سنة 2020 سنة 2017 ماشي. الحاجة التانية حتى حالات البيرس أسفيكسيا ناس بدأوا يقول لك لا طب ما احنا نعمل ريسوسيتيشن في حالات البيرس أسفيكسيا with intact umbilical cord with intact placental circulation. طب ده هيفيدني في ايه؟ هو الولد الأسفيكسياتد مشكلته في ايه؟ ان هو عنده lack of oxygen. طب انا لو جيت قطعت الامبيليكال كورد وخدته نقلته على الريسوسيتيشن ترول العادي، يبقى انا في الحاله ديت حرمته من الاكشن اللي بياخده من البلاسينتال سيركيليشن. فحتى ايفن النيوناتال اسفيكسيا بداوا يعملوا لها ريسوسيتيشن ويز انتكت بلاسينتال سيركيليشن. ده هيفيدنا في ايه؟ نمره واحد هديله اكشن ثرو ذا بلاسينتال سيركيليشن، نمره اثنين هديله الفوليوم اوف بلاد هزوده ب 30% من البلاد فوليوم اللي بياخده من البلاسينتا، وده هيسبورت الفوليوم اوف ذا نيونيتال بلاد فوليوم اللي بالتالي هيسبورت السيركيليشن
وحيدي منتين نورمال بلاد فلو تو ذا برين، فده هيحسن جدا السيريبرال بلاد فلو وهيقلل الريسك بتاع الاسفكشن. النقطه الخطيره كمان والمهمه اللي هي برضو الاستاديز اثبتتها، انه لقوا انه البلاسينتا البلاد اللي جاي من البلاسينتا ده از فيري ريتش ان ستيم سيلز، يعني هو مش بياخد بلاد بس، ده في نسبه ستيم سيلز عاليه جدا، والستيم سيلز اللي بتخش مع البلاسينتا البلاد تو ذا بيبي بتعمل ريجينريشن للديفرنت دامج تيشوز اللي حصلت من الاسفكس. اذا لو انا حتى ايفن حالات البيرس اسفكسيا اللي انا ببقى مستربع بيها عايز اسحب الواد على الترولي واحطه بسرعه واديله فنتيليشن، ممكن اعمل الكلام ده كله وذ انتكت بلاسنتال سيركيليشن، وده هيفيدني زي ما قلنا الاوكشن هيبقى كويس، هديله ستيم ثيرابي سيل ثيرابي وفي نفس الوقت هسبورت البلاد فوليوم. القصه بقى طبعا محتاجه ايه بقى، بدات الناس ديت تعمل يعني ترولز مخصوصه لحالات الريسسيتيشن وذ انتكت بلاسنتا. ففي ناس في الهند عملوا الورمر ده، وزي ما بنشوف خلاص زي ما انت شايف ادي الست اللي هي بتولد، واخدين بالنا وحواليها التيم موجود، والطفل اتحط على الريسسيتيشن ترولي، يعني هو دخل بشكل معين بحيث يعني يتدخل في الفيل بتاعه. طبعا نفس الكلام ست وادي الترولي، وزي ما احنا شايفين الولد بيتعمل له طبعا ايه ادي ماشي. في شركة برضو في شركة في ليفربول عملت برضو ريسسيتيشن ترولي يسمح ان احنا نستعمله في الديليفري روم عشان يعملوا ريسسيتيشن وذ انتكت بلاسنتا. تمام، في بقى ناس فعلا اوريدي اشتغلت، دول المجموعة دول شغالين اوريدي وبيعملوا ريسسيتيشن في الديليفري روم اكشوالي والبلاسنتا انتكت. مهم يعني في النهاية اللي انا عايز اقوله، في بقى راجل اوبستريشن مخه طائر ده بيعمل سيزيريان سيكشن، فقال لك بقى بتوع الاطفال هيقرفوني، انا هعمل لكم حركه لذيذه جدا، انا هطلع البلاسينتا والعيل ارميهم لكم وخدوه اتصرفوا فيه. وفعلا بدا الراجل ده يعني يطلع البلاسينتا والبيبي يعني ما يربطش الكورد، يعمل بلاسينتا سيبريشن ويدي الولد والبلاسينتا للتو نيوناتولوجي يعملوا ريسستيشن. القصه ده ايه، حسنت المورتاليتي بشكل عالي جدا مع الراجل ده. في النهايه بنقول نيونيتال ريسستيشن وذ انتكت بلاسنتال سيركيليشن مي جيف اور نيونيتس بيتر اوتكم، اي هوب ذات اول اوف اس هاف ذا كوراج تو تراي ات. ثانك يو فيري ماتش.